السلام عليكم البنات، كيفتوما؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ اليوم باش نعادلو طويجين ديال الكفته بالبيض والفرماج. غنشبرو الكفته ديالنا، نعملو هيدا كريسات كيف تشوفو، نعملهم هيدا كريسات وغادي نزيد لها حتى هما هيدا. شو هيدا التومة تنفرتوها هيدا من الفوق، تنقيوها وتنحكوها في الحكاكه ولا المعاسه ولا شنو نتوما شني عندكم، وغنعملوها هيدا فوق الكفته. من بعد غنشبرو شويه د الربيع هيدا وغنعملو هيدا فوق الكفته كيف تشوفوا هايدا. شو انا هنا عندي ربيع بزايد، بحق ما غنديروش كامل، نخلي شويه ديال الربيع باش نديكوري بيه، غنعمل عليه شويه هنايا. ومن بعد غناخذ غنعمل شويه د المليحه، هاكا شويه د المليحه، ما غنقويش مليحه بزاف. وغنعمل شويه د الدبزار هايدا، شو شويه د الدبزار، نزيد شويش فحال هيدا. ومن بعد غنعمل الزيت ديال الزيتون، اواعي هادي خاويه فيها غير شويش، هاتي بلاتي نجيب الاخرى. هادي فيها بزاف، شو هادي فيها شويش يتسخوا لي هيدا. هاكا غنعمل زيت ديال الزيتون فحال هاد الشكل هادا صافي. من بعد غنعملو شويش ديال الماء وغنحطو فوق البوطه باش طيب لي الكفته. صافي غنحط الطاجين فوق البوطه وغنغطي هيدا. شو ها، ما تعملوش كرصات كبار، غنعملو كرصات هايدا ستيتوين مزيونين باش يطيبونا داغيه. غنغطي الطاجين ديالي هيدا وغنخليه يطيب، ونمشي نعدل شي حاجه اخرى بيد ما طابت لي الكفته ونرجع معاكم. ودابا غادي نطلعو على الكفته ديالنا واش طابو ولا لا. نقصو هيدا مزيان طاب ديال الكفته. شوف كيفاش طلقوا الماء، انا عملت غير شويه ديال الماء وهي طلقت الماء. صافي دابا طابوا لي مزيان. انا بغيت نعمل هذاك الشيء ديال الطوماطيش والبصله وداك الشيء، بغيت هاي ديال الكفته تبقى بوحدي حتى في الطاجين. صافي دابا غناخذوا البيضات ديالنا وغنعملوهم من الفوق. صافي دابا غناخذوا البيض ديالنا، هنا عندنا 4 ديال البيضات وغادي نبدا نهرس هيدا، وغادي نعمل البيض. انا تنهرس غير بايد وحده حيت كنشبر التليفون باليد الاخرى، حق انا ما عنديش شي مشكل، تنهرس بيد وحده هيدا. وغنزيدو بيضه اخرى. دابا حنايا مثلا 4 د الناس غتعمل 4 د البيضات، كنتو 5 د الناس تعملوا 5، يعني شحال كنتو د الناس غتعملوه بيض. صافي ملي غنحط البيضات ديالي هيدا، غناخد دابا الفرماج. دابا غنشبر الفرماج ديالي، انا هنا خديت 4 ديال فرماجات ديال الساندويتش، وهيدا قطعتهم على جوج، وغنبدا نحط هيدا في الطاجين بحال هيدا. غنعملو فوق الطاجين من الفوق 4 د البيضات و 4 د الفرماجات، 4 4 هيدا. شوف شوف كيف تيجي الشكل ديالو مزيوان. هاد البلاصه هادي نحطها وحده. صافي بحال هاد الشكل هذا. دابا غادي نشبر الربيع ديالي اللي بقى لي، اللي قلت لكم في الاول غنخليه باش نديكوري بيه، باش نديكوري بيه. وغنعملو هيدا فوق الطاجين هايدا، غنديكوري بيه، غيجي الشكل ديالو مزيوان. شو شفتو كيف تيجي الشكل ديالو مزيوان. ودابا غادي ناخد مليحه وكمون مخلطين وغنعملهم من الفوق هيدا، مليحه وكمون. ما عملناش الكمون في الاول، عملنا غير ملح وابزار. دابا غنعملوا الكمون ومليحه من الفوق هيدا شويش، وغنزيد واحد شويه زيت الزيتون من الفوق. صافي، وغادي نغطي على الطاجين ديالي باش يطيب لي البيض والفرماج، ونرجع معاكم. ودابا باش نشوفو الطاجين ديالنا واش طاب ولا ما طابش.
صافي كفته طابت وبيضه تستيونا طابو شو هاد الزويته كتتقام الفوق مزيونه، ما فيه شي لا طوماطيش، ما فيه شي بصله، ما فيه شي داك الشي بزاف، غير كفيته هيدا وزيد الزيتون تيجي مزيون وما تيحرقش ما والو. وصافي هذا هو الطواجين ديالنا اللي عدلنا اليوم العشاء، تنتمنى تعدلوا حتى نتوما في الدار ديالكم حيت غيعجبكم بزاف. تنشكركم بزاف على المتابعة ديالي، ونتلاقاو في فيديوز واحدة اخرين ان شاء الله. بالسلامة عليكم.